السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية التخلص من الترهلات في الجسم، وأيضا أفضل طريقة على أساس أني أشد الجسم نفسه. وبعض الأشخاص يعانون من هذه المشكلة اللي هي النزول في الوزن، ولكن تواجه أمور سلبية كثيرة اللي هي الترهلات، وأيضا عندهم في بعض الأخطاء في الجدول الغذائي والحمية الغذائية. ممكن هذا الشخص يتبع عملية الزيرو كارب أو بعض الأمور الخاطئة اللي هي عدم تناول السكريات والدهون. لاحظ، أنت لازم تبتعد عنها، ولكن أيضا أمور خاطئة أنك تبتعد عنها بشكل نهائي. يعني راح أتكلم عنها إن شاء الله في تفاصيل بالنسبة حق كل موضوع منهم. أول شيء طبعا بالنسبة حق الترهلات بسبب أن الشخص هذا ممكن ما يمارس أي تمرين أو أي نوع من أنواع تمارين المقاومة، فبالتالي فقط كارديو أو أجهزة التريدميل نفسها فقط أو التمارين الهوائية، فهذا أمر خاطئ. أنت تحتاج تنزل وزنك صحيح. التريدميل يساعدك على حرق الدهون، يساعدك على تقوية عضلات الأرجل، يساعدك على النزول في الوزن ورفع اللياقة البدنية، هذه كلها راح يساعدك فيها، ولكن ما يبني لك عضل. أنت تحتاج تمرين يبني لك عضل على أساس أنت عندك الجلد نفسه كان مستند على الدهون. من بعد ما تتخلص من الدهون وين يستند الجلد؟ لازم يستند على العضل على أساس ما تسبب لك أي ترهلات وسلالات الخطوط البيضاء نفسها. فأنت هنا عندك أول شيء اللي هو الخطأ الأول اللي هو ممارسة التمارين الهوائية، النزول في الوزن، وعدم ممارسة أي تمرين أو أي نوع من أنواع تمارين المقاومة. فهني لازم نضيف تمارين المقاومة، سواء في الدامبلز، سواء في سير المقاومة، سواء في التمارين السويدية، سواء في عندك تمارين اللي هي الهيت. هذه التمارين اللي تساعدك على بناء العضل لازم تضيفها بجدولك على أساس تتخطى مرحلتين في مرحلة واحدة. فهني أفضل طريقة على أساس التخلص من الترهلات. زين، هذا عرفنا الطريقة. بالنسبة حق الغذاء أمر جدا مهم. صحيح أنك راح تتبع زيرو كارب راح ينزل وزنك بصورة سريعة، ولكن هذا أمر خاطئ. أنت شلون تبني عضل من دون تناول الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات تساعدك على زيادة كمية العضل في الجسم، تساعدك على امداد الجسم بالطاقة اللي تحسن أدائك الرياضي أثناء التمرين. صحيح البروتين يغذي لك العضلة، يساعدك على أيضا تكبيرها، ولكن كيفية زيادة التمزقات العضلية من خلال الطاقة اللي تتوفر في جسمك، والطاقة تتوفر في جسمك عن طريق الكربوهيدرات. لاحظ، يعني كل موضوع أو كل أمر متعلق في الأمر الآخر، فأنت بالتالي هذه العوامل والأمور لازم تربطها ببعض على أساس تساعدك في بناء جسمك بالشكل الصحيح. فكيفية عمل تمزقات عضلية عالية من خلال الطاقة، وكيفية الاستفادة من هذه الطاقة من خلال الكربوهيدرات. فأنت عندك سعرات حرارية وعندك كميات، اتبع السعرات الحرارية والكميات اللي يحتاجها جسمك. لا تلغي أي نوع من الأغذية، أيضا الدهون. إذا نزلت عندك الدهون بشكل حاد راح تقل دهون القلب النافع اللي هو الكوليسترول النافع، هذا ممكن يسبب لك أيضا مشاكل. السكريات، أيضا السكريات ترفع هرمون السعادة عندك، فبالتالي أنت هني مزاجك راح يكون سيء، ما راح تتمرن بالشكل الصحيح. تناول سكريات ولكن بكميات قليلة، يعني مثلا تتناول البار اللي هو مثلا اللي يكون فيه 8 جرام سكر أو 4 جرام سكر في اليوم كامل، هني أنت راح تحرقه في التمرين. أو السكريات، أخذ السكريات الموجودة في الفواكه، السكريات الطبيعية، هذه راح تعوضك مكان السكريات
المصنعة، فأنت هني هذه أفضل طرق. لا تلقي أي نوع من الغذاء، تناول جميع أنواع الأغذية ولكن بصورة صحيحة بترتيب صحيح بسعرات حرارية صحيحة، أيضا التمارين، ضيف تمارين المقاومة على أساس توصل حق هدفك بالشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع الدامبلز موجود بجانبي زائد سير المقاومه. هذه التمارين ان شاء الله راح تكون عباره عن تمارين منزليه وتخدمكم كثير في التمارين المنزليه او التمارين اذا كنت بتلعب في الخارج. اول شيء التمرين الاول راح يكون عباره عن تمرين حق عضله الصدر، راح يكون بهذا الشكل، أنزل بهذه الطريقة والصعود بهذا الشكل. لاحظ تمرين جدا سهل ما يحتاج جهد عالي، فقط طريقة الذراع أو زاوية المرفق راح تكون بهذا الشكل. لاحظ ما راح تكون بهذه الطريقة، لا أنزل بهذا الشكل. هذا التمرين عبارة عن تمرين المستوي، يستهدف عضلة الصدر بهذا الشكل. عدد التكرارات 10 تكرارات في 3 جولات. طبعا أثناء النزول راح أنزل لين الذراع أو المرفق يلامس الأرض بهذه الطريقة، أصعد بهذا الشكل. هذا التمرين الأول، تمرين جدا سهل وما يحتاج نفس ما ذكرت جهد عالي. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني اللي هو عبارة عن تمرين البوش أب، ولكن راح أدخل سير المقاومة اللي راح يساعدني بشكل كبير على اللي هو استهداف عضلات الصدر، وايضا راح يساعدني بشكل كبير على رفع مقاومه عضله الصدر. لاحظ بهذه الطريقه وبهذا الشكل اثبت السير واثبته في اليد بهذه الطريقه، النزول بهذا الشكل، 1 2 3 4. طبعا هني مقاومتي مع السير موجوده، فبالتالي ساعدني أكثر على شد عضلات الصدر. عدد التكرارات راح تكون اللي هي 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون عبارة عن تمرين حق عضلات الظهر، بمعنى أن عضلات الظهر اللي هي بهذا الشكل، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، راح يكون بهذا الشكل، أرفع الظهر وبهذه الطريقة. لاحظ أثناء الصعود إلى الأعلى أفتح اليد بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا يستهدف عضلة البيطان. عدد التكرارات راح تكون 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح استهدف فيه عضلة التراي، راح اثبت الجهاز بهذه الطريقة او اثبت سير المقاومة بهذه الطريقة. لاحظ احرك بهذا الشكل. لاحظ هذا التمرين قاعد يستهدف لي عضلة التراي اللي هي هذه المنطقة من الذراعين، 1 2 3 4 و10 تكرارات في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا في هذه الحلقة، تمارين بسيطة أتمنى أن الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.